الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى، وبعد، فمعنا اليوم في درس العصر فضيلة الشيخ بدر الدين محمد عثمان، وهو إمام وخطيب خبير شرعي وتربوي في وزارة الأوقاف في دولة قطر، ليحدثنا عن في ظلال آية الكرسي. فليتفضل مشكورا مأجورا. For the non-Arabic speakers, you can take the headsets in the back as this lecture is translated from Arabic to English. قلت له حبستني، قال إلى المغرب. نبدأ مولانا. لو نتقارب حتى أنظر إليكم، لأنه أنا محبوس هنا حركة شوية، وأنا ما شاء الله متين. ربنا يزيد ويبارك. قولوا آمين. طيب نبدأ مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو عن علمه مكان، ولا يشغله شان عن شان، جل عن المشابهة والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تتخيله العقول بالتفكير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وأصلي وأسلم على البشير النذير الهادي إلى صراط مستقيم، سيدنا وقائدنا إلى جنات النعيم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله تعالى أسأل أن تقبل أعمالنا وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. ونحن في شهر رمضان، وأميز ميزة امتاز بها هذا الشهر الكريم هي نزول القرآن الكريم على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال تعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: للقرآن الكريم تنزلان، تنزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة، ثم تنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم منجما. جاء في صحيح البخاري من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن أول ما بدأ به الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يذهب إلى غار حراء يتحنث أي يتعبد الليالي ذوات العدد، ثم يعود إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق، جاءه جبريل عليه السلام فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. في الثالثة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فانطلق بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمنا خديجة يرجف فؤاده،
قال لها: لقد خشيت على نفسي. قالت: هذه المرأة المباركة رضي الله عنها وأرضاها، لا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. هذه الخصال كانت متأصلة في النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد نزول الوحي زادت بهاء وجمالا ونضارة. سمعت بالخلق العظيم رواية فأراني الخلق العظيم مصورا. فنزل الوحي ونزل القرآن في تلك الليلة المباركة التي هي إحدى ليالي رمضان، ونزل القرآن الكريم قبل ذلك جملة في ليلة هي من ليالي رمضان، وهي ليلة القدر. الله أكبر، إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوى مقيلا، لا تذكر الكتب السوالف عنده، طلع الصباح فأطفئ القنديلا، جاء النبيون بالآيات فانصرمت، وجئتنا بكتاب غير منصرم، آياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جمال العتق والقدم، أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من العدم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي لا شك فيه، هدى للمتقين، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. حديثنا عن آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب، فقال له: أي آية القرآن معك أعظم؟ فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: ليهنك العلم أبا المنذر. وجاء في الحديث سورة لم ينزل الله تبارك وتعالى مثلها لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها، هي السبع المثاني، وهي القرآن العظيم. فاتحة الكتاب: الحمد لله رب العالمين. وصح أن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه ويختم كل ركعة بعد يعني السورة التي يقرأها، يقرأ: قل هو الله أحد. فقالوا: لا تفعل. قال: إما أن أصلي بكم هكذا. ثم أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سلوه لما يصنع ذلك. قال الصحابي: لأنها فيها صفات الرحمن، وأنا أحب صفات الرحمن. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بحب الله تبارك وتعالى له، وهو إن شاء الله في الجنة. آية الكرسي من فضائلها أن من قرأها دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنحه من دخول الجنة إلا الموت. يعني الصلوات الخمس نقرأ آية الكرسي إن شاء الله، طبعا بعد عمر طويل تموتون، فخير الناس من طال عمره وحسن عمله، إن شاء الله من الذين يحسنون أعمالهم إن شاء الله. فهذه آية الكرسي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الآيات التي تتحدث عن أسماء الله وصفاته أعظم وأجل قدرا من غيرها من الآيات، فأعظم آية القرآن بنص الحديث آية الكرسي، وكذلك سورة الفاتحة، وكذلك سورة الإخلاص. في آية الكرسي آيتان أو كلمتان هما من أعظم أسماء الله تبارك وتعالى، اسمان من أعظم أسماء الله تبارك وتعالى. في آية الكرسي اسمان من أعظم أسماء الله تعالى: الحي والقيوم. فالله تبارك وتعالى حي بذاته، قيوم بنفسه سبحانه، كان قبل الزمان والمكان، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. جل الله وتبارك الله أعظم من فاهت به الأفواه. وجاء في صحيح البخاري أن وفدا من اليمن قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: جئناك لنتفقه في ديننا ولنسألك عن هذا الأمر، أي عن بدايته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره. وفي رواية قبله: فالله تبارك وتعالى كان قبل الزمان والمكان،
وكل ما سوى الله تبارك وتعالى مخلوق، كما قال الله تعالى: الله خالق كل شيء. وجاء في حديث أبي رزين وهو في سنن ابن ماجه وهو حديث حسن أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال صلى الله عليه وسلم: كان في عماء بالمد، وفي رواية بالقصر عمن، ما فوقه هواء وما تحته هواء، ثم خلق عرشه على الماء، الرحمن على العرش استوى. قلت في بداية كلامي أن آية الكرسي اشتملت على اسمين من أعظم أسماء الله تبارك وتعالى، ألا وهما الحي والقيوم. وجاء في الحديث أن هذين الاسمين في ثلاث صور من صور القرآن: في صورة البقرة آية الكرسي، وفي آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي صورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية النار، لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، جل الله وتبارك الله أعظم من فاهد به الأفواه. الأعرابي البسيط حينما سئل عن الدليل لوجود الخالق قال: على فطرته وسليقته، البعرة تدل على البعير، والسير يدل على المسير، سماء ذات أبراج، أرض ذات فجاج، بحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على الحكيم الخبير؟ بلى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وقديما قال لبيد: تأمل في رياض الكون وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك، على قدب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. وقال تعالى: وإن من شيء، أي ما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. جل الله وتبارك الله أعظم من فاهت به الأفواه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي معبود في السماء معبود في الأرض سبحانه. قل: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. وقال الله: إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وقال: الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين كلاما يكتب بماء الذهب، قال: فالدين والشرع والأمر والنهي مظهره وقيامه من إلهيته، والخلق والإيجاد والتدبير والفعل مظهره وقيامه من ربوبيته، والجزاء بالجنة والنار مظهره وقيامه من ملكه، فأمرهم ونهاهم بإلهيته، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وخلقهم وأوجدهم بربوبيته، وهداهم وأضلهم كذلك بربوبيته. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، لهم دار السلام وهي الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة. ثم قال: وسع كرسيه السماوات والأرض. يقول ابن عباس: ما السماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاه، وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ملقاة في فلاه. وجاء في حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: كنا بالبطحاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمرت سحابة فقال: تدرون ما هذا؟ قلنا: السحاب. قال: والمزن؟ قلنا: والمزن. قال: والعنان؟ ثم سألهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون كم بين السماء والأرض؟ قال: بينهما مسيرة 500 عام، وكسف كل سماء أي سمكها 500 عام، وبين السماء والسماء التي تليها 500 عام، حتى عد 7 سماوات طباقا، وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مسيرة 500 عام، وفوق ذلك عرش الرحمن. قال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، وحملة العرش في الحديث الآن 4، ويوم القيامة سيكونون 8. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحملة العرش 4، 2 يقولان: سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك، و2 يقولان: سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك. يقول ابن القيم: فليس كل من يعلم يحلم، وليس كل من يحلم يحلم عن علم، وليس كل من يعفو من يقدر يعفو، وليس كل من يقدر يعفو عن قدرة، فما أجمل أن يجمع علم إلى حلم وعفو إلى قدرة، وهذا يليق بجلال الله تبارك وتعالى وعظمته جل الله وتبارك الله، أعظم من فاهت به الأفواه. وجاء في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، فكيف من رأسه إلى أخمص قدميه؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر، كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. جل الله وتبارك الله، أعظم من فاهت به الأفواه، والله تبارك وتعالى مستوٍ على عرشه بائن من خلقه، والبينونة تعني المفارقة، الله تعالى لا يحل في المخلوقات، كما قال عبد الله بن المبارك: نعرف ربنا بأنه مستوٍ على عرشه بائن من خلقه وكل خلقه مفتقر إليه. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. فنحن الفقراء إليه سبحانه، نحن الضعفاء، نحن المحتاجون، لسان حالنا: بسطت ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة، ومن عليه لكشف الضر أعتمد، يغفر ذنوبا لست أعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. فالله تبارك وتعالى خالق هذا الكون العظيم المنداح، والله تبارك وتعالى عاب على أولئك الأقوام الذين علموا شيئا من العلوم التجريبية وقطعوا فيها أشواطا، فقال الله تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة هم غافلون، ميتافيزيكس، ما وراء الطبيعة، هم لا يعلمون شيئا. العلم عندنا لأننا نحمل هذا الكنز العظيم، كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالكون كله يشهد لله بالوحدانية
وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. الحمد لله نافلة الأجل الأفضل وله العلا وأثيث كل مؤثل، لا يستطيع الناس محو كتابه أبدا وليس قضاؤه بمبدل. وفي الختام أقول: والكون مشحون بآيات إذا حاولت تفسيرا لها أعياك، قل للطبيب تخطفته يد الردى: يا شافي الأمراض من أرداك؟ قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك؟ قل للبصير وكان يحذر حفوة، قل للصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك؟ قل للبصير وكان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك؟ بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام من يسوق خطاك؟ وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك؟ واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك؟ واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك؟ الله في كل الحقائق ماثل، إن لم تكن تراه فهو يراك، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم يا سامع كل نجوى ومنتهى كل شكوى، انقطعت الآمال إلا منك وخاب الرجاء إلا فيك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم اجعلنا من المعتوقين، اللهم اجعلنا من المعتوقين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وبدءاً وختاماً أشكر مؤسسة قطر فاونديشن، هذه المؤسسة المباركة، وحقيقة هذا المسجد تحفة فنية، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا في ميزان القائمين على هذا الصرح المبارك، وأن يوفقهم الله تبارك وتعالى لكل خير. وفي السلام في الختام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.